انا نقول كلمه برك على جياسكا. جياسكا الله يرحم باباك نتايا والو نقولوا نقولوا يا سيدي واحد رمى في لجان الحجر ما نعاقبهم لان عاودوا رجعوا البيبليك تاعهم وعاودوا ولاو يستقبلوا الناس مليح ولاو يصفقوا الناس على الناس ما تخسر جياسكا والعائلات وجاو وتوتي بارفي ونحاول الكرياج بين لي فيزيتور وكذا وانت تزيد تعاقب ستادير اللي حام يديروا المليح انت صافي دير كو ناس دو لانكومبيتونس اي امور اخرى راهي تسير كره القدم ولهذا لازم ان شاء الله يا رب بالمواد جوان لازم الناس تروح ترفد باجاجها نعم جال نضاف من التليفون جيبوه من الجيش كاع ما ولا ما كاش يجيو مي لازم يتغير شيء يتغير شيء انت ترجع حابط 200 روط تروح دير انت يا الاخر وقادو 17 اصبع لا في لا بون في ولا من تما كورسبوندر امبوسيبل اني لي الماتش وتحبس تم مي هذا هو لو بروفيسيوناليزم دير ما حبيتوش فامو سي تان سيرك باش نوصل لك السيرك علي بن شيخ صور اخرى مؤسفة أيضا لما حدث في ملعب عمر حمادي شفنا الماتش مقبلة التيرا أو الملعب بدون جمهور مباراة اتحاد العاصمة أمام شباب الثورة بدون جمهور يعني لماذا لماذا قال لك بسبب تروازيام انفيرتيسمون لأنصار اتحاد العاصمة في مباراة الصيف أعطينا الصور تاع اتحاد العاصمة أمام الصيف ما داروا والو ما داروا والو حتى لما سجل الهدف شعلوا لي في مجال ما رموهمش وبالتالي هذا قانونيا هاملك انصار اتحاد العاصمه شاهدنا كل المباراه وجبدنا كاع لي فيديو انصار اتحاد العاصمه خاسرين 1-0 كانوا يغنيو واحد مرمى في ميجان ويقال بانه لا في دو ماتش راحوا زادوا فيها جيب في ميجان باش المباراه يرجعوها او يكلو يعني هذه مسلسل اخر وحلقه اخرى في السيرك يعني بن شيخ دونك عندي الحق عندك الحق والله عندك الحق والله غير عندك الحق عندك الحق نقول لك سيرك سيرك انا كي نقول لك لازم لوتوريتي تتدخل تتدخل لان كل واحد كاين ناس راهم يسيروا كيما يحبوا هما صح ماشي كيما يحب القانون كيما يحبوا هما سفري وهذا هو اللي خلى والله ربك حبك نسالك نسالك سؤال بسيط تفضل شكون اللي دار في الرابور تاع الاربيت رمي لي في ميجان زادوه قال لك ما شكون اللي زاد وانا على بالي انا ما كنتش معاهم كان على بالي هذا هو السؤال شكون اللي زاد ولماذا لازم تحقيق لماذا زادوا؟ تحقيق لماذا زادوا؟ لماذا رئيس شبيبة القبائل راهو يبحث علاش كاين ميكرو في بولوغي؟ نعم. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.